ومع السؤال الثالث، القوة الممانعة التي تنشأ بين سطوح الأجسام المتلامسة وتكون عكس اتجاه الحركة. تذكر عزيزي الطالب أننا في فصل الشتاء وفي الجو البارد فإننا نعمل بعض الحركات التي تعطينا شيء من الدفء لأنها تولد نوع من الطاقة، فإننا نفرك اليدين مع بعضهما البعض، هذا يشعرنا بالدفء في الجو البارد. هذه القوة الممانعة التي تنشأ بين سطوح الأجسام المتلامسة، وكما تلاحظ أنها عكس اتجاه الحركة. ماذا نسمي هذه القوة الممانعة؟ هل هي الاحتكاك أم التسارع أم القوة أم القصور الذاتي؟ أحسنت عزيزي الطالب، هي الاحتكاك، قوة تنشأ بين سطوح الأجسام المتلامسة، وهذا يعني طريقة نستفيد بها في حياتنا العملية عزيزي الطالب. أن بعض الشباب عندما يكون يمارس رياضة ركوب الدراجات، فإذا لا قدر الله انقطعت المكابح أو الفرامل، فيريد أن يوقف الدراجة عن الحركة، فإنه بحركة تلقائية بسيطة يضع القدمين على الأرض، فإن هذا الاحتكاك يولد قوة ممانعة وهي عكس اتجاه الحركة، تقلل حركة الدراجة تدريجيا إلى أن تتوقف. وهي في نفس الوقت عزيزي الطالب هي فكرة عمل المكابح سواء في الدراجة أو السيارة، تعتمد على فكرة الاحتكاك.